ممكن تقول لنا على مثلا نسأل في ايه؟ في انا مش عايز اسأل في الجاي بقى لو حضرتك هتتكلم فيه لانه لسه بدري عليه، لانه فترة النادي الاسماعيلي برضه عشان نقفلها بقى خالص. فترة النادي السؤال اللي كنت بسأله حضرتك، لما تلاقي خالد بيبو قاعد معاك على الترابيزة وعماد النحاس مدير فني المقاولين العرب، بركات مدير الكرة او مدير المنتخب، سيد معوض مدرب المنتخب، بتحس بايه يا كابتن مؤشر؟ هو اللفظ يعني العيال كبرت. كبروا وكل واحد ما شاء الله يعني يستاهل ان هو يكون في المكان اللي هو موجود فيه. بتمنى لهم التوفيق والنجاح، واتمنى ان هم يعني يكونوا استوعبوا دروس، لان في كل واحد في موقعه محتاج خبرات واسلوب معين وفي مواقع حساسه. بتمنى ان هم يعني ينجحوا في اداء الرساله اللي هم منوطين بيها بشكل جيد، يحققوا النجاح المطلوب ويفرضوا شخصيتهم بشكل جيد ويثبتوا بالفعل ان هم يعني المراكز دي تستحق ان هم يكونوا موجودين فيها. ولكن الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج تركيز عالي جدا، محتاج تفكير، محتاج تفرغ كامل، محتاج تركيز عالي زي ما انا قلت، كل واحد في مسؤوليته. محتاج دراسه. لكن عندهم المقومات، خاصة المقومات الأخلاقية. أنا دايما بحب الحتة دي، يعني دايما في 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 حتى في اختياراتي في المنتخب، يعني كان اللاعب الأساسي اللاعب السليم اللاعب الخلوق. لو لعيب سوبر ومش خلوق ما كانش بيبقى موجود معايا. يمكن أنت تفتكر وكده، والناس حاجات كتيرة يعني تفتكر، بس ما بحبش تتكلم في حاجات يعني. فهم عندهم المقومات اللي تسمح لهم بان هم يقودوا في المواقع اللي هم فيها ويحققوا النجاح اللي هم منتظر منهم ان شاء الله. ده حاجه تسعدني جدا. بس بحس ان كبرت قوي يا اسلام. لا ربنا يديك الصحه. احنا يا كابتن بحس ان صغيرين برضه. بحس ان انا كبرت. لا لا ربنا يديك الصحه. وبعدين انت دلوقتي يعني بتحرجني قدام. لا خالص. طب انا هقول لك برضه بسرعه، على فكره انا قلت الكلام ده من دقيقه. يا رب تبقوا متواجدين.